قطع الغلاج تعيش بالكدا بدات فكرة عفوية. قلنا علاش ما نجسدوهاش على أرض الواقع، وكانت معناتها كبداية أنا ومريم من نهار 19/9/2019 بديناها في الجروب ترسيخ ثقافة المقاطعة، وثاني حاجة الانخفاض في الأسعار. قاعدة معناتها الأسعار تمشي في معناتها تمشي وتنخفض. كمواطنين تونس كأي تونسي وتونسية يهزوا قفتهم ويعرفوا معناتها اللي الأسوام مع كل يوم تتفاقم، وكل يوم معناتها أسعار مختلفة معناتها ماهيش ستابل. دونك قلنا علاش من نجسدوهاش على أرض الواقع ونعملوا سونداج ونشوفوا نختاروا معناتها المواد اللي باش يقع عليهم المقاطعة. جروب قاطع الغلاء تعيش بالكدا معناتها بحاجات بسيطة جدا قاعدين نخدموا معناتها الحقيقة. فما حملات أول حاجة تحسيسية، فما حملات معناتها نقوموا بها كدراسة في المواد. تونس معروفة معناتها بالخضر نتاعها وكل شيء، والغلال الخضر وكل، علاش ما تكونش معناتها أرفق للمواطن التونسي؟